بعض يعني تعتمد على مالك الخيل. نعم. او احنا يعني صراحه يعني ما يمكن نوصل الى النظره او نوصل لنظره مالك الخيل. صحيح. او صاحب الخيل في ابداء الجمال اللي في الخيل. احنا نجي على الخيل جاهز ونلتقط الصور. فبالنسبه لاي شيء يحصل يعني من ناحيه تكحيل العين، انا ما ادري هل هو مكحل العين او هي العين هذه العين مكحله الان ولا طبيعيه؟ والله ما ندري، لان هذا زي ما قلت لك هو جاي بالشكل هذا في، طبعا ما يذكر وش اللي صار في خلف الكواليس. نعم. بالنسبه للشعر اللي يكون على العنق، اي الشعر هذا من يعني من الاشياء الجميله في الخيل. ايضا من الاشياء الجميله هناك. نعم. بعض الملاك ايضا الخيل تحديدا في جمال الخيل يعتمد الى قص هذا الشعر. هناك من يعتبره جمال وهناك من يعتبره ايضا جمال في حاله قصه. في بعض الخيول انا يعني ما شفت شيء مقصوص تماما، ولكن شفنا شيء مسرح. نعم. بطريقه معينه، هذه يعني تعطى تسريحه معينه للشعر هذا. نعم. بحيث انه يعني يعطي جمال معين. اما مقصوص صراحه انا ما نعم ما هنا امتداد العنق. نعم. امتداد العنق ايضا الاذن، شد العضله. الاذن لها ايضا طبعا الاذن المتجهه للامام. نعم. في حاله انتباه او تركيز من الخيل على شيء معين، هذه برضو من الاشياء اللي المناظر الجميله في الخيل. نعم. نشاهد ايضا نفس الرسم تزين ايضا طبعا في اضع لها بعض الاشكال الجماليه، وهذه نعم تكون كلفه او شيء زي كذا. ايضا الصوره اي هذا بورتريه، بس الخيل هذا كان، الخيل هذا من اجمل الخيول اللي كانت موجوده ذاك اليوم في شو اسمه بطولة الجمال اللي نظمها مربط المحمدية. نحن لا نتكلم ايضا عن جمال الخيل بقدر ما نتكلم عن جمال دقة التصوير في بعض الصور التي شاهدناها. طبعا نريد ان نعرف ايضا هل هناك يعني رؤية لدى كل مصور في حالة التصوير ان يلتقط الصورة الجميلة؟ طبعا هو المصور هو الاساس، يعني الاساس هو المصور وكيف يلتقط الصوره. الكاميرا والعدسات الفلاتر اللي موجوده كلها ادوات مساعده للمصور، يعني فقط هي مساعده، ولكن المصور هو الذي يحدد الزاويه الرؤيه يعني تخيل الصوره قبل التقاط الصوره. نعم. هذه وسائل مساعده، يعني العدسه ايضا لها دور كبير. الكاميرا لها دور بالذات في عالم الديجيتال الحين، لازم يكون يعني الحساسات المصنوعه، مكون الكاميرا اللي هو البديل للفيلم سابقا، جودته، جودة كم البكسلز فيه، حجم البكسلز فيه، معالجة النويز، كل هذه الأشياء تحد يعني تضيف على الصورة يعني أشياء كثيرة في إيه؟ عالم التصوير. العدسة طبعا هي العين للإنسان، يعني العدسة جيدة الصورة حتما راح تكون جيدة، العدسة ضعيفة أو هذه. نعم. نحن نشاهد الكاميرا أمامنا. نعم. الآن محمد. نعم. لديك كاميرتين، لكن خلينا نتكلم عن الكاميرا اللي على الترايبود. خلينا نتكلم عن الاجزاء التي تتكون منها هذه الكاميرا. اوكي. الكاميرا طبعا بادي او الجسم الكاميرا، طبعا داخل الجسم الكاميرا يوجد المعالج. نعم. المعالج السنسور عفوا، السنسور اللي هو او الحساس اللي تكون عليه الصوره. الحساس هذا مرتبط بمعالج، المعالج هذا يقوم طبعا معالجه الصوره ومن ثم اضافتها او حفظها على البطاقه. بعد فيه العدسه هنا، العدسه هذه زي ما قلنا هي تماما العدسه هي الاساسيه للكاميرا، هي العين، يعني بدون العدسه طبعا ما راح تاخذ اي صوره. فطبعا داخل الكاميرا زي ما قلت لك الحساس، المعالج، السوفت وير للكاميرا اللي عن طريقه تتم المعالجه وحفظ الصوره بالطريقه النهائيه. نعم. طبعا تكون من شاشه خلفيه ايضا، شاشه خلفيه هذه عرض الصوره، وهذه من الميزات اللي اضافها لنا عالم الديجيتال الحين او العالم الرقمي، انك تستطيع مراجعه الصوره. يعني ممكن تلتقط لك الحين تقريبا 100 صوره ما يهم، لابد ان لا يطلع منها واحده اثنتين ثلاث يعني صور جميله. فالديجيتال الحين سهل مهمات كثيره. الديجيتال الحين يعني اضاف لك في اللقطه الواحده محمد، او كم تعطيك في الثانيه؟ كم التقاط من صوره في الثانيه الكاميرات؟ طبعا تتفاوت الكاميرات، طبعا هذه الكاميرات اللي هي الفئه الاحترافيه، الفئه نعم. الاحترافيه في شركة نايكون عندك تعطي على في الاف اكس فورمات او الفول فريم اللي هو يعادل حجم الفيلم سابقا، ثمان تسع صور في الثانية الواحدة. تسع صور في الثانية. فيه ميزة ثانية انك ممكن تسوي لها كروب اذا كان عندك العدسة مخصصة للديجيتال. فالكاميرا هذه ميزتها تتعرف على العدسة، على نوعية العدسة، هل هي متوافقة مع الافلام القديمة او مخصصة للديجيتال، فيعمل لها اقتصاص على حجم اقل وتعطيك 11 صورة في الثانية. تسع صور في الثانية، كل الصور ستكون مناسبة لك أو هناك صورة واحدة؟
طبعا استخدام التصوير السريع هو للالتقاط في حد السريع في اكشن امام المصور، يجب يعني لازم يحصل على على الاقل على صوره جميله، ففي الحاله هذه يحتاج انه يحطها على التصوير السريع. نعم، في الصوره هذه يا محمد ما هي العدسه التي استطعت ان تلتقط فيها هذا الجمال؟ هذه عدسه البعد البؤري فيها كبير، هي 400. نعم. طبعا العدسه كان جبتها بس ثقيله شوي ويحتاج الى مساعده فيها، فهذه تقريبا يعني معظم تصويري في المهرجان الخالدي 2009 كان بال 400. الجوده محمد تكون على نفس الكاميرا او نفس العدسه؟ العدسه اولا وياتي بعدها الكاميرا، بالذات في العالم الرقمي الحين انه ممكن تضيف بعض المعالجات، تضيف حده للصوره، تجري بعض التعديلات اللي ممكن تطلع بصوره جيده لو في حال لو كانت الكاميرا غير احترافيه. نعم، جميع الصور التي شاهدناها قبل قليل محمد هل عولجت عن طريق الفوتوشوب او هي صور طبيعيه؟ لا، صور طبيعيه. هناك بعض المصورين من يحاول ان يكون معالج الفوتوشوب يكون متواجد في بعض الصور التي يلتقطها. معالجة الصور عن طريق الفوتوشوب او عن طريق برامج معالجة الصور، يعني طبعا استخدامها يعني شيء محدد، يعني انما بحيث انها ما تخفي ملامح الصوره، او ايضا في بعض المصورين يعني يلتقط صوره جميله ولكن فيها تعريض، فيها اشياء يعني اشياء مثلا يعني مشوشه للصوره او مشتته للصوره، فيستخدم الفوتوشوب بدقه عاليه جدا بحيث انك لا تشعر ان هذه الصوره معالجه. نعم. فلكن يعني في بعض الناس ممكن يضيف بعض المعالجه يعني الزائده بحيث انها تؤدي الى تشويه الصوره او اضافه اشياء لا معقوله على الصوره. نعم، يعني مثلا لون السماء يعني يكون ازرق جدا يعني بشيء ما شفناه في الرياض، والصوره ملتقطه في الرياض في جو مغبر وهذا، فتكون يعني فيها مبالغه احيانا. نعم، اذا جمال الخيل العربيه الاصيله دائما ما تكون مواقع الجمال فيها تشد الانتباه، وايضا ما يشد انتباهنا الان هو ان هناك مصورين سعوديين ما شاء الله محترفين امتهنوا هذه المهنه. اذا نشكر المصور الفوتوغرافي محمد الشهري على هذا المجهود وعلى قبول دعوه البرنامج، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا. شكرا.